ألف سلام عليك يا حبيبتي. والله أول لما صبياني كلموني اتصلت بالإسعاف وجيت لك على طول. أموت وأعرف مين عامل فيا كده يا أختي. هو عملوا فيا كده ليه؟ ولاد الحرام كتير، وأنتي أصل لسانك فالت ودايما بيوقعك في مشاكل وخناقات. أنا لساني فالت آه، بس قلبي طيب والله. اللسان الفالت ما بينطقش غير باللي في القلب. تحب اصورك انا دلوقتي وانزل بوست واكتب عليه معلش يا اختي هنجيب لك حقك من اللي ضربوكي ترضيها على نفسك؟ بس للاسف انا ماليش في الجو الرخيص ده. ربنا يسترها معاك يا اختي. بص انا عارفه انه مش وقته، بس بما اننا هنا بقى يا ريت تقولي لابراهيم يحضر مؤخر امينه، ولو على القايمه مش مشكله عفشها في شقتها. اما بقى عن الذهب فانا محرجه عليها تلمسه ولا تلبس خاتم منه حتى. سلام يا اختي. ماما الف سلام عليك يا ماما. ازيك يا هيمة؟ سبت لك رساله مع عمك تبقى تسمعها كويس. ما خلاص بقى يا فايزه، وهي تعمل فيكي كده ليه يعني؟ ما هي قالت لي ان لساني فال. انا عارفه هي من يومها سماويه وبتكرهني. وانت لسانك فلت بايه بقى؟ انا عارفه يا اختي، ما انا لساني جوه بقي. وبعدين لو كنت اتكلمت ها؟ اتكلمت ليه؟ مش عشان خاطركم؟ مش عشان تاخدوا حقكم في ورث ابوكم؟ يعني انا لا بسخن ولا بوقع لا سمح الله. انا عرفت هي كمان متغاظه عشان ابراهيم طلق بنتها. برضه ده مش دليل ان فاطمه هي اللي عملت كده. وهي هتعمل كده ازاي يا ماما؟ ده انت اختها. انا هروح اقررهم دلوقتي، ولو حد فيهم دعوه باللي حصل انا هولع فيهم واحد واحد. يا ابراهيم سيبيه يا شيماء. بصي يا فايزه، انا بكره هعمل محضر ونشوف هنوصل ليه. ايه دي حبيبتي؟ ايه دي عشان تقومي بالسلامه؟ يعني محدش فيكم عايز يتكلم؟ اتكلموا بالذوق وخليها تيجي منكم، لان هفرغ الكاميرات وهعرف مين اللي عمل كده وهجيبه، وساعتها مش هرحمه. يا استاذ ابراهيم عدم اللي مؤاخذه، يعني انا والرجاله مالناش علاقه باللي حصل، وبعدين كل واحد فينا كان مستاذن بالست فايزه عشان اللي وراه حاجه يقضيها، واللي عايز يجيب حاجه للبيت، واللي عايز يروح بدري. حلو، امال جريتوا على فاطمه كلمتوها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني هنتصل بمين يا استاذ ابراهيم؟ هي اللي بنلجا لها دايما. حسن انا مش عايز اشوف الخلق دي هنا تاني، العيال دي تمشي النهارده. قطع العيش وحش يا ابراهيم بيه. في ورشه الاصل الله يرحمه لما كنت شغال معاه كان اكتر حاجه بيكرهها هو قطع العيش. انا بقول نستنى شويه لحد ما نفرغ الكاميرات وبعد كده اعمل كل اللي انت عايزه. وانت حسن دلوقتي شغال في ورشه فايزه الاصلي، يبقى تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. انت بس حظك حلو انك يوميها كنت اجازه والا كنت حصلتهم. يلا حبيبي يلا يلا يلا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.